يصل الى البرازيلي بول روبينيو يسيطر على كورتي لا بيلا كوستا تعالت الى روبين يا سلام يا سلام فرصه لاول اهداف في اللقاء جول لاعب نادي بولونيا يا سلام يا روبينيو وصلت الى اللاعب بولي اندريا سدد وضع الكره في الشباك والكره من خلالها اول اهداف في اللقاء لمصلحه ميلان ما بين اثنين من مهاجمي او من مدافعي نادي بولونيا في اللقطه الماضيه كره تعود مرتده سريعه لمصلحه بولونيا ديامانتي فرصه للتسجيل جول 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 هنا في ملعبه على ارضه ما بين جماهيره في ريناتو دالارا في اللقطه الماضيه مر الاوروبياني اللاعب المعار من نادي الانتر اللاعب المعار من نادي الانتر يعني اللي كل سنة نسمع عن مستر اكس في النهاية لم يأتي من خلال هذا الموسم ولا حتى من خلال الموسم الماضي مما يثير غضب كبير للميلانيستا في كل أرجاء العالم كرة فيها محاولة رأسية هدف يسجل بولونيا الآن هنا لا وجود للمستر اكس هنا وجود لهدف ثاني في مباراة في غاية الخصوصية في غاية الخصوصية بالنسبة للاعب الأوروبياني في اللقطة الماضية يرتقي يضع الكرة في الشباك يسجل هدفه الثاني في الدوري بعد هدف أول في مرة من المرات ظهر بتصريح قال هنالك لاعبون جيدون أبو الكرة في محاولة هدف ثالث أجلياني في البديل القاتم شوف اللقطة الماضية شوف الرأسية أوه. على رأس اللاعب تصدى للمرة الأولى كأول حارس في العالم يتصدى لركلة ترجيحية أو لركلة جزاء من أمام اللاعب كرة فيها محاولة لا خلاص 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 هدف يأتي لن هدف يأتي لن تقليص الفارق عن طريق روبينيو سيأتي عن طريق روبينيو الكرة الماضية ماتري وصلت بعد ذلك إلى أليسون لمونتاري وروبينيو يتابعها إلى الشباك ليقلص الفارق الآن 3-2 كل الإبعاد يأتي 5 دقائق من نار في لحظات قليلة قادمة رد قوي لكل المشكل كين كرة فيها محاولة رأسية فرصة جول 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 جنون كرة القدم هو في البداية يحفظ رأس الميلان وكل الميلانية يسلم رأسك يا ماسي مليانو أو لا والله يسلم رأسك يا باتي وقبل ذلك يا روبينيو